مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم غير عادي. ليه يوم غير عادي؟ لأنه بنحتفل بالقديسة تريزا طفل يسوع. القديسة تريزا دي مميزة، والانطلاقة الجديدة للرهبنة رهبنة الكرمل. رهبنة الكرمل بتمتلك كنوز، وأول كنز القديسة تريزا، قديسة الحب. وقد ايه الكنيسه النهارده محتاجه الحب ده. فانا بدعوهم من خلال حياتهم، الكنيسه محتاجه تعرف اكتر الكنوز، محتاجين اكتر يظهروا الكنوز في القديسه تريزا طفل يسوع، محتاجين التامل، محتاجين الحياه التامليه، محتاجين يوحنا الصليب اللي فيه عمق وتصوف، محتاجين القديسه تريزا الافيليه، روحانية رهبنة الكرمل في أشد الاحتياج ليها النهاردة ككنيسة وكعالم. لأنه كلنا بنشعر بضبابية، كلنا بنشعر بعاصفة رملية ترابية في الأسرة، خلافات وحدث بلا حرج، أسرة منهارة متفككة في الخدمات الكنسية، صراعات ليس لها آخر، الأسر، العلاقات بين الأقارب والأصحاب، كل ده محتاج روحانية خاصة، محتاجة روح خاصة اللي هي روح القديسة تريزا، دعوة للحب. قد إيه إحنا عطشانين، مش لمال، إحنا عطشانين للأمان، إحنا عطشانين للحب، إحنا عطشانين إن إحنا نثق في ربنا. وده بناخده النهاردة من الكنز الخفي اللي بتدهننا النهاردة القديسة تريزا الطفل يسوع، اللي من خلال اليوم ده مش جايين ضيوف ولا جايين نحتفل كده ونمشي. أنا واثق أنه زي ما هي قالت أقضي سمائي أمطر ورودا على الأرض، فكل واحد النهاردة واثقين أنه هياخد وردة خاصة لي، وردة أمان، وردة راحة بال، وردة مشكلة، وردة شفاء من مرض. مش ممكن أبدا هتخيب ظن النهاردة اللي موجودين. فإحنا بنصلي من أجل المرضى بشفاعة القديسة تريزا الطفل يسوع، من أجل المرضى ربنا يديهم نعمة الشفاء، من أجل الحزانة ربنا يعزيهم، من أجل شبابنا المتغرب الباحثين عن العمل ربنا يفتح ويحافظ عليهم من شمس النهار وبرد الليل، من أجل كل الأشخاص اللي طلبوا مننا إن احنا نصلي من أجلهم، كل شخص مهمل، كل شخص مظلوم، كل شخص مهمش، كل شخص مش لاقي معنى لحياته، كل شخص محطم. النهاردة كل شخص فينا محتاج يشعر انه هو مهم، مهم مع يسوع، لان احنا مخلوقين على صورة الله ومثال، بدون يسوع لا معنى للحياة. وبدون الحب النهاردة اللي بتدهنا القديسة تريزا بتقول ما تخافوش، لانه هي حية وموجودة النهاردة معانا علشان تدينا امان وثقة. فنشكر ربنا على وجودنا النهاردة. صلي من أجل شخص طلب منك أنك أنت تصلي من أجله، حط مشكلتك النهاردة وأنا واثق بشفاعتها هتعمل وهتتمجد في كل شخص فينا. مش زيارة جايين متحف ناخد بركة، لا، قديسة تريزا الطفل يسوع تريد أن تدخل في كل بيت، في كل قلب، تزرع حب في القلوب الجافة، في القلوب المتألمة الحزينة، في البيوت المنقسمة، في الأشخاص دي. فبنقول شكراً، شكرا للرهبنة رهبنة الكرمل، على الرغم انهم قليلين كعدد لكن خميرة، كنيسة بتحتاجهم، العالم بيحتاجهم النهاردة، الحضور ده النهاردة متميز ومبارك من الرب. كل شخص النهاردة اكيد بشفاعة القديسة تريزا لكل شخص ياخد بركة خاصة. بصلي من اجلكم، وصلي من اجل الكنيسة، من اجل الخدمة، من اجل العمل، بشفاعة أمنا مريم العذراء والإلهنا المجد الدائم، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.